It's me, Abby. It's me, Hussein. It's me, Nabiha. It's me, Shami. Assalamu alaikum. Asif al-Izaj yumkinuni al-imam maratan wahidatan. It's me, Nabiha. Ma ismuka? Wa alaikum salam. It's me, Abby. Wa alaikumussalam. Ismi Hussein. Waalaikumsalam. Ismi Shahmi. Kaifa haluka? Alhamdulillah. Ana bisihatin jayyidah. Alhamdulillah. Ana aidan bisiha jayyidah. Risau al-haz. Ana lastu bil khair. Saratan bil liqayi jami'an. Ana min Johor wa antum min ay wilayat? Ana min Pahang. Ana aidan min Bahanich. Wa ana min Kelantan. Ana sa'idu bil liqai ya Nabiha. لمن هذه السورة؟ هذه سورة نبيها. نعم، هذه سورة أي إلهية. من هذا يا صديقتي؟ وما اسمه؟ هذا ولي اسمها أنوار. ما هي وظيفة وليدك؟ إنه طبيب. رائع. لابد أن والدك رجل عظيم. أين يعمل؟ يعمل في المستشفى. هل على اليسير أمك؟ ما اسمها؟ هذه أمي اسمها نور إدايو. ما هي وظيفة والدتك؟ والدتي لا تعمل في روح فاخي ربة المنزل. هل إخوتك وراء ذلك؟ هذا صحيح. هذا هو أخي إيمان وأختي نادية وأوني. أين هم الآن؟ يشفون في الجحور وجحور وكوالالمبور. هل ما زالوا يدرسون أو يعملون بالفعل؟ أخي فني في شركة خاصة وأختي معلمة في جخور. هل أختك ما زالت تدرس؟ نعم، درست أختي في USM. يا سلام، ما أعدن كل عائلتك؟ لا، ماذا عائلتك؟ أنا طفل واحد وأمي وأبي تجارين. أمي المدرسة وأبي الضابي. عندي أشقاء. لدي أربعة أشقاء. والدتي ربتي منزلا وأبي مهاجرا. في أي جامعة يعمل والدك يا شحمي؟ يعمل ولدي في جامعة ملايا. سأعود إلى كوريتي غدا. هل من الممكن أن ننتن؟ أنا عيدا عبيد أن إتابة. هيا، ستحب أمي إذا أحضرت أصدقائي إلى كوريتي. محسن، لا تريد أن تأتي؟ لا، أنا لست بخير. أنا أسف. لا يهم، ننجو أن تكون في حماية الله يا محسن. لا تنسى تناول الدواء يا محسن. حسناً، سأأتي في المرة الأخرى. سعيد بلقائك. مع السلامة. إلى اللقاء.